السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم محمد تحسين من قناة سرشاجي. ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير وصحة وعافية ان شاء الله. في الفيديو ده انا دلوقتي عندي جوجل شيت. اولا الحلقة بعنوان ازاي تيمبورت الجوجل شيت، تستورد الجوجل شيت في الاكسل. بصوا يا شباب، دلوقتي انا عندي حوالي 3 او دي 3 شيتات جوه الجوجل شيت ده. كده جوجل شيت احنا شغالين عليه. فدلوقتي انا عايز الجوجل شيت ده انقله جوه الاكسل، ده ادخله جوه الاكسل بحيث لما اجي اعمل اي اضافه في الجوجل شيت ده يسمع في الاكسل. المشكله دي قابلتني انا فعلا، المشكله دي كانت بتقابلني لان انا كنت ساعات لازم اخد مثلا شويه داتا كوبي واحطهم هنا بيست، فكنت بنسى على طول. فايه اللي حصل؟ ان انا دورت والحمد لله وصلت لفكره ان انت تجيب الجوجل شيت جوه الاكسل، جوه الاكسل. طب الفكره دي هنعملها ازاي يا محمد؟ هقول لك دلوقتي تعملها ازاي، بس قبل ما اقول لك اتمنى بس تعمل لايك وتشترك معايا في القناه لو بعد اذنك، ده فضلا طبعا. ولو انت على اليوتيوب تشترك، ولو انت على التيك توك تشترك، لان فعلا بقدم محتوى اكسل ومحتوى في البرمجه كويس جدا ومحترم، وصدقني فعلا تستفيد منه كتير. فركز معايا في الحته دي، الموضوع ده هيفرق معاك جدا. بص يا شباب، دلوقتي انا عندي في الجوجل شيت ده، نفترض اللي هو لينك اسمه جوجل شيت، في 3 شيتات من جوه اهو. فانا دلوقتي عايز انقله على شيت اكسل. فهنعمل ايه؟ هنيجي نعمل هنا شير، هندوس على كلمه شير. اولا لازم دي تبقى اني وان، ما تبقاش ريستريكتد، تبقى اني وان، يعني لازم الجمله دي تبقى اني وان، تمام. وندوس على كلمه كوبي لينك، كوبي لينك، ونيجي هنا، ونيجي في اي حته هنا ونروح دايسين كلمه داتا، ونيجي هنا فروم ويب وندوس كلمه فروم ويب. لو مش لاقي فروم ويب هنا ممكن تدوس على جيت داتا فتلاقي ممكن فروم ويب، ويقول لك بيزك ولا ادفانس، خليها بالظبط كده ونروح دايسين كنترول بيست. نعمل كده هنلاقي اللينك اتنقل كده، هنلاقي فيه كلمه اسمها اديت. اديت دي هنغيرها بكلمه اسمها اكسبورت، اكسبورت اهي، واللي هي بعد اليو اس بي دي اللي هي بعد علامه الاستفهام هنكتبها اسمها فورمات، فورمات. وكلمه الشيرنج دي هتبقى اسمها اكس ال اس اكس، اكس ال اس اكس. وبعد كده نروح دايسين اوكي. بياخد وقت شويه، تمام. قال لي هنا المخازن، تقدير الطلاب، مجموعه الاهلي التجاريه، هنا برضو اهي نشيل دي كده، المخازن، تقدير الطلاب، مجموعه الاهلي التجاريه. وليكن انا هجيب كلمه المخازن، هختار المخازن اهو، هدوس كلمة ترانسفورم داتا، اللي انا بشوف الايديت الداتا، بشوف الداتا دي شكلها عامل ازاي. بص يا شباب، في الداتا بالظبط بتبقى نظام اللي هو ايه، بيجيب لك هنا اهي، بيجيب لك هنا شكل الداتا بتاعتها. يعني مثلا الفاتورة مسمينها تكست، رقم البياع انتجر، انتجر يعني هول نمبر، يعني رقم. اسم المنتج مسمينه تايب تكست، تكست يعني اللي هو تكست، وهكذا. انا شايف الدنيا كده تمام وزي الفل. ف وكمان البتاع لحد اخر التاريخ، يعني ما فيهاش اي اضافات تاني. وهندوس كلمه ترانس دي كلوز داتا. اول ما ادوس كلمه كلوز هيبتدي يشغل البتاع. بص اهو، فجاب لي كده الجدول. تمام، طب نوسعها شويه كده يعني، ونخلي الجدول كده في النص ويبقى شكله شيك يعني. تمام، فكده بقى الجدول. ونعمل هنا نثبت كده اول كولوم كده، بحيث ان هو لما نيجي ننزل يبقى نازل معانا الدنيا تبقى جميله يعني. تمام، فكده جاب لنا الجدول من على الانترنت، يعني من الامبورت ده اللي هو المخازن دي. طب ايه رايك لو انا جيت عدلت في المنتج ده، كتبته مثلا منتج رقم 100، منتج 1000 مثلا، وخليت المخزن ده مخزن 100، وخليت الاربع قطع دي بقت 20 قطعة. تمام، هل هيسمع هنا؟ لا لسه ما سمعش مخزن. ولسه يسمع امتى؟ يسمع لما انت بتيجي تقف هنا كده، وفي حاجة اسمها تيبل ديزاين، وفي حاجة اسمها ريفرش. اول ما تدوس كلمة ريفرش، بص منتج 1000 مخزن 100
20 قطعة. تمام، سمعت كويس أوي. طب يا محمد، طب أنا عايز أخليها ترفرش على طول. بص، هنيجي كلمة ريفرش دي وهندوس على كلمة كونكشن بروبرتيز. بيقول لك أنت عايز تعملها ريفرش قد إيه؟ مثلا كل دقيقة، نفترض أهي كل دقيقة مثلا، ونعمل ريفرش كل دقيقة. مش تبقى حلوة، هتبقى كل شوية بتعمل ريفرش والجهاز هيبقى تقيل. فتعمل إيه بقى؟ بص يا معلم، نروح عاملين حركة حلوة أوي، نشيل دي ونخليها دي ريفرش داتا وين اوبننج ذا فايل. الفايل كده كده هيبقى مقفول، يعني هندوس اوكي ونعمل سيف للفايل. نخلي دي كده الشكل ده عشان نبقى فاكرين المخزن ده، عشان هنعدل فيه تاني. نخليه على جنب كده اهو اهو. لا انا عايزها تبقى بعيده بس كده اهي. هو ده نفس الكوبي ده. ونعمل ايه؟ سيف. نسيف كده الشيت ونخليه كده مثلا على الديسكتوب اهو، ونخليه على الديسكتوب باسم امبورت امبورت جوجل شيت انتو اكسل. تمام، ونشوف ايه اللي هيحصل تاني. طب احنا كده سيفناه. طب تعالى بقى نقفل بقى ده الشيت ده كده، خلاص انا كده سيفته. طب تعالى بقى نعدل مثلا في المنتج ده، نخليه مثلا المنتج اللي تحتيه مثلا، او المنتج ده هو نخلي بدل المنتج 1000 ده نخليه منتج رقمه مليون. تمام اهو، كبر دي كده شويه، ونخلي المخزن رقم 1000، ونخلي القطعه بقت 30. ونيجي دي خالص ده كده، نروح ماسحين الجزء ده نمسحه، عايز اشوف ايه اللي هيحصل صح ولا غلط. ما انا عايز اشوف هل ده هيسمع ولا لا. هنيجي في الامبورت داتا رينج، نفتحها من هنا كده اهو، كويك اكسس امبورت داتا رينج. اهو، ونعمل انيبل داتا اهو، بيحمل اهو لحظه. تمام لسه ولا ايه؟ يبقى احنا لسه المفروض ان هو سمع بالظبط. هو كده سمع، عمل وين داتا اوبننج اهو، المنتج اهو مليون ده، وخلى دي 30 ومسح الحته دي بس كده. فده احسن حاجه ان انت تعملها كده كده. التشيت بيبقى مقفول، فانت اول ما تيجي تعدل حاجات او يتعدل حاجات في الشيت ده كده، كل يعني يتعدل حاجات كتير قوي، فانت اول ما تفتح الشيت تسيبه مثلا ثانيه كده او كام ثانيه كده بالظبط، ويروح عامل على طول بس كده. فدي احلى حاجه، انا بصراحه عجبتني جدا ان انا اقدر اجيب الامبورت داتا رينج، الامبورت الجدول ده مثلا او اي جدول تاني من جوجل شيت للاكسل. فاتمنى لو عجبك الفيديو لو سمحت يا تعمل لي فولو وتعمل لي لايك وتشترك معايا في القناه، ولو انت على تيك توك تشترك معايا في القناه. انا فعلا بقدم محتوى مهم جدا والله، وان شاء الله ان شاء الله يفيدكم ويكون حسنة جارية إن شاء الله. شكرا جدا ليكم، وكان معكم محمد تحسين. ولو عندك أي كومنتات اكتبها لي. كان معكم محمد تحسين من قناة سرشاجي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.